نجيب القطعة الأولى ورح نروليها ونقطعها على أربعة وندير نفس الطريقة للمورسو الثاني، وفي الأخير يولو عندي 8 ديال الكريات صغيرة. وأنا هنايا صورت لكم غير واحدة، وديروا نفس الطريقة في كامل الحبات اللي بقاو لكم. ما حبيتش يطول الفيديو، وأول حاجة نبدأ بها نرش السطح بالفرينة، ومن بعد نفتح العجينة بالحلال ودهنوها بالزبدة في الفوق. دو بريفيرونس تستعملوا زبدة التوريق، أنا هنايا استعملت غير لابيل. ونعود نفس الطريقة في الحبة الأخرى، كي نخلصو نحطوها فوق الحبة اللي درتها في الأول، ونديرو نفس الطريقة حتى يخلصوا الحبات. شاك واحدة نحطها فوق الأخرى حتى نتحصلوا على طبقة سميكة، ونفتحوها بالحلال ونرشها في الفوق بالسكر. ومن الأحسن تستعملوا سكر بني، وأنايا ما عنديش، على هذاك استعملت سكر أبيض. ونزيدو قطعة ديال الشوكولا ونرولوها ونقطعوها قطع صغيرة ونديرو لها هكا بيدينا. أبخي نحطوها في الصينية وندهنوها بصفار البيض. ونحطوها في الفرن باش تطيب من الفوق ومن تحت. هاولي كليبان سويس ديالي طابو، قيس قيس جاو يشهو. اثنان ليبان سويس وذين بوانت او انتني تفتحها سدخل انتو اللي ممشي يدفعون اينا ندوك صيدون. ورانا خلصنا وشربنا بيهم القهوة وجاو والله هايلين، جربوهم وما تندموش وردوا لي خبر. ويلا نديكم معايا باش نحو رمان. إذا رضو هاتك سعو رمان فياكو نواعي بي أخطوش كيف الحالة ساقي. يفو تعاون شوية تواليم شوية زيزوف سورتو عمي كنا إديو ثوكفور خاصة كنا ثلقسوك شوية القاعة مي فودا ميش كيث الحالة كيقين يكردوك الحشيش الحالة يكفعات تزيتاو إنكس دارمان بغاي بواعش كيث أصيدان كيف حير خاصة كنا في حير تقين نغسا مش طوح ثمي تسعة أتصل شو عليك كيقية ثلما تواليم باتنجال خلد نكس دامبيوز تغسيف لوفيا أرمان اي في فلاقه مشطوحه مقاسي في الفلون تونس وحسي غير ما تسلم في نغالا مين كوني توجور يتيلي غورنار سوتو يما تحملي فطاس اذ حملات تزوث ابري شغل الخس يعدى لواني ستصف مازالي تنسعد باسكو تساعد لي بواط لي مشطاح جماعي ستيت خاص دي الشتوى. وهذا الفلفل الصغير نسموه حنايا فلفل تونس توجور يكون عندنا يما تحبو بزاف وتحب تغرسو، وحتى كي يكون الموسم ديالو خلاص يكون موجود عندنا على خاطر تجمعو في البواط وتاكلو حتى في الشتاء ويكون حار بزاف. وشوفوا هذه القرعة نحينا منها وكلينا بزاف مي مازال راح يجيب منها الله يبارك. وهذه الكبيرة راح نخلوها حتى تولي حتى يتغير اللون ديالها وتولي اورانج على خاطر نحو منها الزريعة ديالها. ولا نطيبو بها بركوكوس اذا خصي تقي تطعموك لنتيذن السكنية ماري اللي انت زيزاوين اذا يضمتو على انت اورانج خطر نستيثن تستبركوكوس تركولي يرنوز تكسر زريعة نوز انتي تسناتي جيلان أبرز جمعية تيما. وهنا يا يما راهي غرسة لبسو على بالكم هذا هو الموسم ديالو.
ونخليكم شوية مع الفيديو. أكون جاشت وحتواليم. ومن بعد رحنا نحينا الرمان. هذه أول مرة نحي على خطر على بالكم كنت في عيون ديزيكزاما وكنت مريضة على هذاك ناكلو غير كي تجيبه يما. لهذا الخطرة حبيت نروح نحي بروحي وباش ندير لكم فيديو على خطر مبقاش بزاف باش يخلصوا الرمانات ديالنا. ورانا خلصنا ورجعنا للدار وبدينا ناكله. انا ينموت عليه. وهذا الرمان رمان حلو ماشي هذاك القارص الحامض. وكلنا كامل الرمان وقصرنا مجموعين. رانا نحبوه بزاف سورتو هذا الرمان اللي عندنا يجي بنين وماشي قاروس راه حلو. ينخي مو كذا قال في كل تنسى رمان يما فتح نعطي رمانين وكني انسفرو يا رففسي نحمدان شكني يوقف في كل اكني ياقي الزيب يسعال فينا يقلع عن السوق ذا قال رمان الوحيد نحمدان شوك في كل سورتو ما قيم الفراكة ثمدي ثانس قصيرة نسوت ماذا نحمدك نروك وضفسي باش ينسس كان كنيا ونخدم على تصل الرواس اي ماذا كنت نفتحنا كثير مني نكوني نسفيرو يا رضفسي أبراي نتعيب كنا في كيوتنس قصير نتصع شكيف هي ثانثة غادي ثفوش نبوت ثم ديث بوس دقيني فارا لو أنا نجمع سخا منزل المغرب أنشي من سينا هي كما تسوالي من سينا ضخفي فان كان نسو جلد كان لفريتك شوين شكشوكا إيه نكون يعني أكيد يمكن حملة نوت. ورانا خلصنا النهار ديالنا ودوكا وقت العشاء وكما تشوفوا راح ناكلو عشاء خفيف لفريت وشكشوكا وحنا نحبو ناكلو هكا عشاء خفيف باش نامو مرتاحين. ورانا وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو خفيفة وظريفة على قلوبكم وينال اعجابكم بيان سور. وراني صورت لكم غير شوية من نهارنا شوية في المساء وشوية في الصبيحة كما قلت لكم في الاول وان شاء الله نصور لكم في الخطرة الجاية كل واحد بوحده. وحابة نقول الكامل اللي جابوا الباك مبروك عليكم العقوبة اللي زوت غيوسيت ان شاء الله واللي ما جابوش مازال العام الجاي ان شاء الله ومازال عندكم الوقت باش تجيبوه وتنجحوا. وإما لا مبقى لي غير نقولكم بسلامة تهلاو في رواحكم الفيديو القادم ان شاء الله ونخليكم مع جمال هذا المنظر. ياكون تجاغر لا فيديو تجدت ان شاء الله وليس شبحية جينية نيجيني.